الاحداث المهمه في الايام اللي فاتت كانت زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للامارات. زياره ليها دلاله مهمه جدا. الاستقبال اللي تم للرئيس السيسي كان استقبال دال قدام حليفين استراتيجيين كبار، مصر والامارات. عايز اوريكم الفيديو ده، حضراتكم سمعتوه لكن عايزين نشوفه مره تانيه ونرجع نكمل مع بعض. اخر يوم من الايام في فداء مصر اولا، واحنا كمان فداكم، وتوصيه الشيخ زايد والحاح الشيخ محمد على هذا الكلام دائما وابدا في كل مجلس وفي كل منبر، بل هو نهج من مناهج دراستنا ان شاء الله. الدفاع عن مصر واجب قوم الامارات. بدمنا معاه، بذاتنا معاه، حتى لو لا نشرب ولا ناكل في هذه البلد الا وجبه واحده في الشهر فاننا معك. ربنا يبارك فيك. صمت والشعب المصري صمت والجيش المصري صمت وسيصمد، لانك على حق ليس على باطل، والحق دائما منتصر، ولكن يبغى صبر، والصبر من الله جل جلاله، ونحن واياكم ان شاء الله في خندق واحد حتى نقول لا اله الا الله محمد رسول الله على كل ارهابي وخائن. نحن معكم وسنبقى معكم سيدي. كلمات تدعو للفخر. الحقيقة أول ما الفيديو ده اتذاع كلنا سألنا عن من يكون هذا الرجل، من يكون هذا المسؤول الإماراتي يقف في حضرة الرئيس السيسي وفي حضرة ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، وبيقول كلام واضح وصريح ونبرة صوته تشعر فيها بالصدق. يعني الراجل في مكان مش محتاج انه يقول كلام لا يعنيه، ولا يقول كلام مش مصدقه، ولا يقول كلام مجانا. يعني مش هنيجي نقول ايه ده بيجامل الرئيس، لا، نبرة الصوت فيها صدق. هذا الرجل هو اللواء محمد بن سالم العمري. الراجل لواء سابق، كان في الجيش والشرطة في الإمارات، وهو عضو البرلمان الإماراتي. أنا الحقيقة معايا سيادة اللواء محمد العمري. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك، منورنا. وأنا باسم يعني المصريين كلهم بشكر حضرتك على هذه الروح اللي تحدثت بيها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. بس خليني أكلم حضرتك، يعني ظروف المقابلة، حضرتك كنت موجود في الاستقبال اللي كان معمول للرئيس، مش كده؟ اجواء الاستقبال ده كانت ايه يا فندم؟ هذا المجلس، مجلس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، كل يوم اثنين يستقبل فيه المواطنين. ولحسن الحظ كنا في هذا اليوم موجودين، وزياره السيد الرئيس لهذا المكان ولدوله الامارات صادفت وجوده معنا كشعب وقياده. يعني ده كان مجلس بالمصادفة. نعم بالمصادفة دون تحضير مسبق. فلسان إذن الإمارات يمثلها من يستطيع أن يمثلها كمجلس شعب أو شخص مسؤول يكن لمصر كل الحب، ويكن لمصر كل الغلاء، ويكن لمصر كل الاحترام، نظراً لمعرفته بمصر وشعب مصر وأهمية مصر في العالم العربي والإسلامي، بل وفي الكون كله. فالمشاعر التي أخذتني عندما صافحت ولي الشرف السيد الرئيس أخذتني بالقول دون لا أحس أو أحضر لهذه الكلمة، ولكن كانت هي لسان ابن الإمارات لمصر من أهمية في أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا لعدة أسباب. تفضل. الأولى إنها وصية للشيخ زايد الله يرحمه. ثانيا، مصر هي القيادة وهي الروح للعالم العربي، ومصر لها مكانة. العالم العربي بدون مصر، أقولها بصراحة، لا شيء. وإذا استهدفت مصر لا سمح الله كل العالم العربي عليه السلام. نحن الآن نمر في مرحلة صعبة، ويجب أن نقف مع مصر، ونقف مع قيادة مصر،
ونقف مع الشعب المصري العريق الأصيل الذي يصمد ولا زال صامد اتجاه كل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ولا زالت مصر شامخة بأبنائها ورجالها ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية. احنا في الإمارات نحب مصر حقيقة يعني، ولا نجامل أحد في حب مصر، ولا نوافق أحد في حب هذه الدولة. هذه الدولة لها مكانة في أنفسنا، في أنفس الشعب وفي نفوس القيادة. تابعت حضرتك رد الفعل على هذه الكلمة؟ يعني كان في رد فعل شعبي على شبكات التواصل الاجتماعي، وتابعت رد الفعل؟ تابعت رد الفعل، ورد الفعل من أساس الفعل الموجود وحب الناس لهذه البلد وشعب مصر. احنا بعد هذه الكلمة يعلم الله ان زادنا لحمة في البلد، وزادنا لحمة مع شعب مصر وابناء مصر وقيادة مصر. ونبهنا العالم الغافل الذي لا يعرف أهمية مصر وقيادتها بأن هذه البلد هي روح العرب. طيب بعد اللقاء، يعني احنا شفنا تقريبا دقيقة ونص اللي حضرتك اتكلمت فيهم والرئيس رد، بعد اللقاء بقى ماذا دار بعد اللقاء يا فندم؟ يعني او بعد الدقيقة ونص اللي احنا شفناهم دول. احنا بعد اللقاء كل منا اخذ مكانه، وكل منا سرر بهذه المقابلة وفرح بهذه الكلمات، وأنا الحقيقة وجدت شكر من القيادة، وشكر من أبناء بلدي، وشكر من إخواني المصريين الموجودين في البلد الجالية المصرية، وشكر أيضا من كثير من الإخوان في جمهورية مصر العربية، والجميع الجميع في مصر بيحيوك وبيشكروك على هذه الروح الطيبة الحقيقة، يعني شعورنا فيها بكل الصدق. بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء محمد العمري عضو البرلمان الإماراتي.